يطل علينا شهر رمضان المبارك كل عام بظله الواعد وريحه العطيرة، ففيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين. وها نحن اليوم نلتقي من جديد في رحاب جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لنشارككم بعض وقائع هذا الإفطار الرمضاني المركزي الذي يقام في سيسايد. فأهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. فلقد كنا ولا نزال في الخطوط الأمامية لمناهضة كل أشكال التطرف والانغلاق. هذه سمتنا في مدارسنا ومعاهدنا وجامعتنا ومجلتنا وإذاعتنا ومجتمعنا، حيثما المشاريعي يحل ويرتحل لم نتنصل من مسؤولياتنا طرفة عين. المشاريع هي أول من رفع الراية الحمراء في وجه التطرف، أو هي من الأوائل. حذرنا من التطرف في مهده ومن الإفراط عندما كانت بذوره تدفن خفاء في تراب الوطن، ودفعنا ثمن ذلك من دماء أحبابنا وأهلنا، وعلى رأسهم سماحة الشيخ نزار الحلبي رحمه الله. ولم نتراجع ولم نتخلى ولم ننزع يدنا من كل يد تريد الخير للبلاد والعباد. ولكن الذي تمتاز به ويمتاز به عادة المآدب الرمضانية التي تقيمها جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في أمرين أساسيين. الأمر الأول أنك بتذكرك بمدى انتظام هذه الجمعية والتزام أبنائها بكل هذه القيم، التزاما دقيقا فعالا يدعو إلى الإعجاب الكامل. والأمر الثاني تذكرك أن هذه الجمعية بخطها منذ أن تعرفت عليها منذ 4 عقود حتى اليوم لا تزال هي كما كانت في اليوم الأول لمعرفتي بها. أول شيء بدي أقوله رمضان كريم للمسلمين ولكل اللبنانيين، بتمنى كل الخير والسعادة والبحبوحة لكل الشعب اللبناني والشعب العربي بشكل عام. أود أن أرحب الجمعية وأنا أشيد بنشاطاتها المتنوعة لخير البشر، وبيناتنا علاقات كتير طيبة، فلذلك أنا مسرور جدا أن أحضر هذا الاحتفال. أبارك للجمعية لأهلها في لبنان والمهجر ومنعيدهم، هن وعائلاتهم كل سنة طيبين. أحيي القيمين على هذا الإفطار وأن أتمنى لكم شهرا كريما. أصبحنا يعني في آخر هذا الشهر تقريبا، ونحن والجمعية في علاقة عتيقة وقديمة دايما منجددة من سنة لسنة، واللي بيجمعنا طبعا هو الحب العمل المؤسساتي. فجمعية معروفة والاعتدال، يعني ركيزتين العمل تبع الجمعية المؤسسات والاعتدال. نعم، مثل ما تعودنا بإفطارات جمعية المشاريع والمناسبات، نحن اليوم بعرس من أعراس المشاريع بهذا الإفطار. اليوم حقيقة الفيلم له سيم، السيم تاعه هي المنارة. اليوم بهذه الأزمات بده يكون في بصيص نور أو أنوار لواحد يكون عنده أمل لقدام. كان شعارنا هالإفطار هو المنارة، لأنها هي تضيء ترشد الحائر، هي تضيء تعطي الطريق نحو الطريق الصحيح. وبهيدا الفيلم منبين أنه في أنوار، هالأنوار المشتركة الناس اللي بتشبه جمعية المشاريع يلي بتمشي على النهج الاعتدالي اللي بتتبعه جمعية المشاريع، كل هالناس مع بعض من خيط نور من هون وخيط نور من هون، كل ما النور انتشر كل ما الظلام انحسر. لذلك كان الشعار هو المنارة
من هالباب هيدا. وهكذا تتوالى المناسبات الإسلامية على مدار السنة فيستقبلها المسلمون بشغف وسرور. كانت معكم ريما في هذا التقرير الإعلامي عن وقائع حفل الإفطار المركزي السنوي الذي أقامته جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في سيسايد. إلى اللقاء بإذن الله.